عودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الرياضي، حيث قال محمد يوسف المدير الفني لفريق بتروجيت إن مجموعة مصر في المونديال متوازنة، وأن الفرق التي ستقابلها في البطولة نستطيع أن نلعب أمامها بشكل إيجابي ونحقق نتائج إيجابية أيضا. وأضاف يوسف خلال حواره للمصري اليوم أن شريف إكرامي يحتاج في هذه الفترة البعد عن الضغوط التي يتعرض لها، مشيرا إلى أنه في حاجة إلى إعداد نفسي حتى يتأهل للمباريات التي يخوضها الفترة المقبلة. المزيد خلال التقرير التالي. جدا أن أي حارس مرمى زي أي لاعب بيمر بكيرفات في الصعود والهبوط. اللي انا عايز اقوله ان شريف عنده الشخصيه القويه ان هو يقدر يتجاوز كل الصعوبات اللي هي بيقابلها، سواء دلوقتي ان في بعض المشككين او بعض الضغط شويه او الهجوم عليه نتيجه الاهداف اللي ممكن بتخش في فتره اخيره. شريف مستواه كويس، واللاعب طول ما انت بتضغط عليه وطول ما انت بتنتقده اكيد مش هديك افضل ما عنده. ممكن يكون في بطوله افريقيا هدف الترجي عمل شوية شوشرة، لكن احنا رجعنا لبطولة 2012 برضو هدف الترجي في 1-1 في برج العرب برضو كان شريف اكرامي هو، لكن رجع لعب النهائي وكان مميز وقدر ان هو يلعب دور كبير جدا في احراز البطولة افريقيا 2012 من ملعب رادس، كان هو احد الاسباب. فانا عايز اقول ان هو عنده شخصية وفي نفس الوقت هو مستوى مميز. انت بتتكلم على 3 حراس مميزين في مصر، هيبقى واحد منهم شريف اكرامي يعني.